بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء الأربعاء. هذا اللقاء يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: الإشاعات وخطرها العظيم، بعض الناس يجري خلف هذه الإشاعات ويتقبلها على علاتها في المنتديات والمجالس والإنترنت، حدثونا عن خطر الإشاعة ونقل الكلام بغير تثبت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إنه لا بد أن يكون هناك إشاعات وأخبار وإرجافات، ولكن الله سبحانه وتعالى رسم لنا الطريق الذي نسلم به من ضرر هذه الإشاعات وخطرها. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأمرنا سبحانه وتعالى بالتثبت في الأخبار وعدم التسرع في الانفعال معها، فإن أغلبها كذب وإرجاف وتخويف من أهل الضلال والمنافقين وأعداء المسلمين، لا سيما في وقتنا الحاضر. قد جدت هذه الآلات وهذه المخترعات التي تروج لهذه الإشاعات وهذه الإرجافات، وتريد أن توقع بين المسلمين، وتريد السوء بالمسلمين. فعلى المسلم أن يتثبت في هذا غاية التثبت، لأن الإشاعات في وقتنا الحاضر وخطرها ازداد وصار ينتشر بسرعة في المشارق والمغارب، وهذا مما يوجب على المسلم أن يتثبت. وإذا أشكل عليه شيء من أمر هذه الأمور فليرجع إلى أهل الرأي وأهل المشورة وأهل العلم. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذه الأخبار الكاذبة وهذه الإشاعات تهيج الفتنة بين الناس عموما وبين المسلمين خصوصا، فلا بد من التثبت والرجوع إلى أهل المشورة وأهل الرأي وأهل العلم في الموقف منها، لنسلم من شرها وخطرها. كم أهاجت من حرب، وكم شبت من فتنة، وكم أوقعت من خطر بين المسلمين. فعلينا أن نتثبت منها وألا نتسرع في تلقيها وإشاعتها. نعم،
أحسن الله إليكم. الأخ أبو عبد الملك من القصيم أرسل مجموعة من الأسئلة نختار منها البعض نظر لكثرة الرسائل التي وصلت. يقول فضيلة الشيخ، حينما نتكلم عن مسألة سد الذرائع الموصلة إلى الحرام ومسألة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، البعض يتهم الآخرين بالتضييق على الناس، هل من توجيه حول هذه الكلمة وهذا المصطلح؟ سد الذرائع ويعني درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قواعد عظيمة تدرأ الخطر عن المسلمين. فالوسائل والذرائع التي تفضي إلى الحرام لا شك في حرمتها، وهذا جاء كثيرا في القرآن وجاء في السنة النبوية. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين وفي كتابه أيضا إغاثة اللهفان، ذكر 99 مثالا لسد الذرائع من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، لأن فيها في سد الذرائع مصالح للمسلمين وفي فتحها شر على المسلمين. فهؤلاء الذين يتكلمون في سد الذرائع ويقللون من شأنه إنما يريدون أن يتوصلوا إلى مآربهم وإلى رغباتهم التي هي مفاسد وسد الشرع الوصول إليها، فهم يريدون أن يفتحوا الوصول إليها ليروجوا أفكارهم ويروجوا شبههم على المسلمين. فلا بد من الالتزام بسد الذرائع، ولا بد من الالتزام بدرء المفاسد، تقديم ذلك على جلب المصالح، فهذه في صالح المجتمع عموما وفي صالح المسلمين خصوصا. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة الأخ أبو عبد الملك من القصيم، يقول الشيخ، حتى تستقيم الأسرة بإذن الله لا بد من تعاون الزوج مع الزوجة، أيهما أعظم شرعا في نظركم، حق الزوج أم حق الزوجة؟ كل منهما له حق. قال الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فللزوج حق على زوجته وللزوجة حق على زوجها، ويجب على كل واحد منهما أن يقوم بهذا الحق نحو الآخر. وهذا هو العشرة بالمعروف التي قال الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، لما في ذلك من بقاء الزوجية وبناء الأسرة وغير ذلك من المصالح. وهذا من العدل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. فالزوج لا يطالب الزوجة بحقوقه وهو يسيء في حقوقها ويقصر في حقوقها، كذلك الزوجة لا تطالب الزوج بحقوقها وهي تقصر في حقوقه عليها. نعم. أحسن الله إليكم. عين سين يقول: ما حكم إزالة الأسنان الطبيعية وتركيب أسنان صناعية بدلا منها؟ هل هذا جائز شرعا، علما بأن الأسنان الطبيعية تؤدي الغرض المطلوب منها إلا أنها بدرجة أقل؟ إذا كانت الأسنان الخلقية باقية على خلقتها ومصلحتها وليس فيها عيب وليس فيها نقص، فإنها تترك ولا تغير، لأن هذا من تغيير خلق الله بغير مصلحة راجحة. فتبقى الأسنان إذا كانت تؤدي وظيفتها وليس فيها تشويه وليس فيها ضرر على صاحبها. أما إذا كان فيها خلل تحتاج إلى علاج، فإنها تعالج بما يزيل الضرر عن صاحب الأسنان. نعم. يا شيخ، هذا السائل فاعين ميم أرسل بمجموعة من الأسئلة نختار منها
ما يلي: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ما المراد بالشبهات في هذا الحديث؟ وهل إذا اختلف العلماء في مسألة يعد هذا الخلاف من الأمور المشتبهة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال الشبهات، قال المشتبهات. قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. سماها مشتبهات وسماها شبهات، ومعناها أنها التبس أمرها هل هي من الحلال أو من الحرام، ولا يعرف الحكم فيها إلا أهل العلم. كثير من الناس لا يعلمون حكمها، فموقف المسلم الذي لا يعلم حكمها أن يتوقف فيها وأن يسأل أهل العلم احتياطا لدينه وعرضه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأيضا هذه المشتبهات إذا تساهل الإنسان فيها من غير علم ووقع فيها فإنها تجره إلى الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. نعم. تفضل أخي عبد الله معنا على الخط. عبد الله تفضل. السلام عليكم عبد الله. عبد الله معنا، تفضل. فضيلة الشيخ، هذا نعم. يقول: أمتلك ولله الحمد سكنا وسيارة مقبولة، إلا أني أستطيع ولله الحمد أن يكون عندي أفضل من ذلك، فهل الأولى أن أشتري سكن وسيارة أحسن مما أنا عليه إظهارا لعن نعم الله تعالى، أو أقتصر على ذلك؟ إذا كنت تقدر على سكن أحسن من سكنك، وسيارة أحسن من سيارتك، ولباسا أحسن من لباسك، من غير إسراف ولا مخيلة، فلا مانع أن تتمتع بنعم الله عليك ولا تضيق على نفسك. فإن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث: إذا أنعم نعمة على عبد فإنه يحب ظهور أثر هذه النعمة على عبده، لكن مع الشكر لله عز وجل وعدم الأشر والبطر، نعم، والكبر. نعم. طيب تفضل أخي أبو سالم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. نبغى نسأل الشيخ. الله ارفع صوتك، ارفع صوتك أبو سالم، يسمعك الشيخ، تفضل. هناك أحد طلبة العلم يقول: من دعا الله في سجوده ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 40 مرة رزق الولد، ويقول هذا من باب التجربة، فما الحكم في هذا القول؟ الحكم أن هذا لا يجوز العمل به إلا بدليل. تحديد 40 أو 50 أو أقل أو أكثر يحتاج إلى دليل، لكن يدعو ربه أن يرزقه الذرية الصالحة، وإن دعا بدعوة زكريا فقال: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فذلك حسن. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل هذا السائل يقول: هل يحق لي كمعلم أن أقبل من طلابي في المدرسة منحي شهادة شكر وتقدير غير مصحوبة بهدية؟ وهل يجوز لي وأنا معلم أن أعطي مدير المدرسة مثل هذه الشهادة؟ نعم، إذا كان ليس مالا وإنما هو مجرد اعتراف بفضل المدرس وأدائه الواجب، وكذلك المدرس يعترف بفضل مديره وأدائه الواجب، فلا مانع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت أم عبد الرحمن من مكة، تفضلي يا أختي أم عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، بعرف وقت صلاة الأوابين وش فضلها؟ طيب، صلاة الأوابين يا شيخ متى تبدأ وما هو فضلها؟ صلاة الأوابين هي صلاة الضحى،
ويبدأ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح، وينتهي عند توسط الشمس فوق الرؤوس قبيل الظهيرة، وكل ما تأخرت فهي أفضل. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين تحتر الأرض بالرمضة فتشق على صغار الإبل الوطء عليها. نعم. أبو حامد من حفر الباطن، تفضل أخي أبو حامد. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساكم الله بالخير الغالي. تفضل. عليكم السلام، مساك الله بالخير. بغيت أسأل عن المكسب المشروع على ثمن السلعة عندما أشتريها، يعني بحالة ما أشريها بخمسين ريال ما هو المكسب المشروع لي؟ جزاكم الله خير. المكسب المشروع ليس له حد، وإنما هذا يتبع غلاء السعر ورخص السعر والعرض والطلب كما يقولون. أما ارتفاع السعر المفتعل والمكذوب على الناس فهذا لا يجوز، إنما إذا ارتفع السعر بسبب غلاء السلع في الأسواق وقلتها وليس للإنسان تدخل في ذلك فلا مانع لذلك ولا حد له، إلا أن المستحب للمسلم أن يتسامح مع المشتري وألا يثقل عليه. نعم. يقول هذا السائل: إذا نذر الشخص أن يذبح ذبيحة في أول يوم من الشهر فجاء اليوم المحدد ولم يستطع لعدم تيسر المال، فهل يلزم بها إذا تحسنت الحال أو تسقط عنه؟ لا تسقط عنه، تبقى في ذمته فيفعلها إذا استطاع، ويكفر كفارة يمين عن مضي الوقت الذي عينه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أيضا: فضيلة الشيخ، إذا طلبت من صاحب محل سلعة ولم تكن عنده لكنه ذهب في الحال وأحضرها من محل مجاور وزاد علي في ثمنها التي تباع بها بدون إعلامي بذلك، هل يحل ذلك؟ لا يحل له أن يزيد في الثمن على الواقع في السوق، ومع أنه يجحد عليك هذا الشيء ويغشك لأن هذه قيمتها وهي ليست كذلك، من غشنا فليس منا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان الخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فمعاملات المسلمين على الوضوح وعلى النصيحة وعدم الغش. ثم أيضا احذر من أن تشتري سلعة ليست في ملك البائع، يذهب ثم يشتريها، تعقد معه البيع على سلعة ثم يذهب ويشتريها لك، هذا لا يجوز. جاء حكيم بن حزام رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، قال: يا رسول الله، الرجل يسألني البيع ليس عندي ثم أمضي وأشتريه من السوق. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول: عندي محل خاص بالحجامة، استقدمت له من المتخصصين في هذه المهنة ليباشروا العمل فيه، فهل قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجامة خبيث يتناولني أنا صاحب المحل أو يتناول المباشرين للحجامة؟ قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث يعني أنه ردي، ليس معناه أنه محرم، لأن الخبيث يطلق على الردي. قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الردي من المال. فكسب الحجام خبيث يعني أنه ردي وفيه دناءة، وهذا في حقك أنت الذي تتموله وتأخذه، فإن ترفعت عنه فهو أحسن. نعم. أحسن الله إليكم.
ما زلنا معكم على الهواء مباشرة أيها الإخوة والأخوات مع فتاوى مع فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان. تليفون البرنامج وأيضا الفاكس لمن أراد أن يسأل سيظهر على الشاشة قريبا. يقول هذا السائل أيضا الأخ أبو عبد الملك: يا شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم وهم أبناء سبع، ما كيفية أمر الصبي بالصلاة؟ هل يلزم الولي أن يقف عليه حتى يصلي مع جماعة المسلمين إن كان ذكرا، أم يقتصر الأمر بالصلاة وتبرأ الذمة؟ نعم، يأمره بالصلاة بأن يخبره بدخول الوقت وحضور الصلاة، ويأمره بالوضوء والطهارة والاستعداد للصلاة، ثم يذهب به إلى المسجد ويصلي مع الجماعة. هو هذا المميز، ليعتاد الصلاة ويعتاد صلاة الجماعة، وتكون نافلة في حقه، يتربى عليها حتى يألفها وحتى تنطبع في قلبه، فإذا كبر حافظ عليها لأنه اعتادها من قبل. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة. ولا يكفي أنه يأمره يتركه، بل يقوم عليه حتى يتوضأ ويستعد ويذهب به معه إلى المسجد، لأن هذه تربية، هذه هي التربية الصحيحة التي تنفع الولد، وليس التربية أنك تشبعه من الطعام أو من الكسوة تكسوه اللباس الفاخر أو تشتري له سيارة أو ما أشبه ذلك. هذه تربية قد تضره، لكن التربية الصحيحة التي تنفعه هي تربية القلوب والتربية على الدين. وأعظم أركان الدين بعد الشهادتين الصلاة، هذا يدل على أهمية الصلاة وتربية النشأ عليها من الصغر. نعم. عين سين تقول: إذا ركبت أسنانا صناعية وجعلت بينها فروجات، هل مثل هذا العمل داخل في حديث اللعن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله؟ الحديث وارد في الأسنان الخلقية التي لا عيب فيها، تفلجها تفرج بينها للتجمل بزعمها. هذا هو الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته. أما الأسنان الصناعية فلا أرى أنها تدخل في هذا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يسأل هذا السائل الأخ سوداني مقيم بالرياض عن التلاوة وختم القرآن: هل لابد من تطبيق أحكام التجويد والتلاوة حتى يؤجر الإنسان أكثر؟ التجويد المطلوب هو عدم اللحن في القرآن، لأن يرفع المرفوع وينصب المنصوب ويخفض المجرور ويجزم الساكن، فلا يغير الحركات حسب الإعراب، وهذا هو التجويد الواجب. أما التجويد بمعنى الإدغام والإقلاب والغنة والمدود، هذه تحسينيات، إن استعملها من غير مبالغة فحسن، وإن لم يستعملها مع تطبيق النحو على الوجه المشروع على الوجه الصواب، فهذا هو المطلوب. نعم. أحسن الله إليكم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة مع أسئلتكم واستفساراتكم. يقول هذا السائل: يا شيخ، إذا حصل جمع للمغرب والعشاء عند المطر، متى تصلى سنة المغرب والعشاء وهل تترك؟ تصلى بعد العشاء ولا تترك، ما لا ينبغي أن تترك، لأنها راتبة ومؤكدة. نعم. يقول: هل يؤخذ من الرؤى أحكاما تشريعية يا فضيلة الشيخ؟ لا يجوز أخذ الأحكام تشريعية من الأحلام ومن الرؤى، إنما تؤخذ الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، لا تؤخذ من أقوال الناس وأقوال العلماء، ولا تؤخذ من الرؤى، ولا تؤخذ من الرأي،
إنما تؤخذ من أدلة الكتاب والسنة. نعم. هذا السائل يقول: بالنسبة للخمر فضيلة الشيخ، هل هو نجس حسي أم معنوي، وهل يتوضأ الإنسان منه؟ قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقوله اجتنبوه يدل على اجتنابه والابتعاد عنه وعدم التلبس به أو أن يصيب ثوبه أو بدنه، هذا مقتضى اجتنابه، وهذا يدل على أنه نجس فيجتنبه المسلم. أما أنه ينقض الوضوء فلا ينقض الوضوء إلا إذا زال عقل الإنسان، سكر وزال عقله فإنه ينتقض وضوءه بزوال العقل. نعم. تفضل يا أختي أم سلطان من الرياض، سؤالك مختصرا لو سمحت. الله يعافيك. السلام عليكم. عليكم السلام. والله سمحت، عندي سؤالين مختصرا لك قدر الاستطاعة. تفضلي. السؤال الأول، أنا كنت من مدة 20 سنة كذا مسجلة بالشؤون الاجتماعية. أيه. وجاء البحث، تعرف أول قديم كان يجينا سنويا. أيه. وسوينا البحث براس السنة، ويجينا بعد عدة أشهر، وبعدها بين يعني بين جيت الشؤون وبين البحث تزوجت، وجاني مرة وحدة بس. يوم عاد ثاني مرة أنا قدمت ثبوتيات ونزلت من الشؤون ومشوا حق شؤون عيالي، هل علي شيء من هذا ولا لاني عارفة المبلغ كم اللي جاني يعني حقي أنا ماني عارفة كم. طيب، والسؤال الثاني؟ من قبل 20 سنة. طيب. السؤال الثاني، باسمي هاتف تلفون ثابت بيت. ايه. ومع العلم اني يعني حت ماشي ما استطيع المشي، وحضرت بالمكتب 3 مرات مكتب الهاتف. ايه. وحضرت له اوراق ووقعت عليها انك تكنسلها لي، اني ما خلاص التلفون هذا انتهت خدمته، يعني ما عاد استفيد منه، نقلت. ايه. حيزاني ولا عاد ابغاك تكنسلها لي عشان اسدد المبلغ اللي بالفاتوره، اقصاد اني ما استطيع عليها ادفعها يعني دفعه واحده. طيب. مبلغ بسيط. طيب. هاك الحين هناك الموظف. والسؤال 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 يا ام سلطان، سهو او المهم ما سوى لي، حضرت عنده 3 مرات ووقعت على هالشيء هذا، يوم اخذت مر الفواتير. طيب. واضح. تكرر علي مره بثر مره. شكرا لك. فضيلة الشيخ، بالنسبة للذين يقدمون على الشؤون الاجتماعية والشؤون، فضيلة الشيخ، هل ما هو الضابط في ذلك؟ وهل الأولاد مثلا بعد المرأة بعد أمهم يأخذون هذه الشؤون إذا كانوا استغنوا؟ يا أخت، الشؤون الاجتماعية لها نظام، يراجع النظام، فما خالف النظام فإنه لا يجوز، ولا يجوز إلا ما وافق النظام الذي عليه الشؤون الاجتماعية، وهو نظام من الدولة ومن ولي الأمر، فلا يجوز الاحتيال عليه ولا يجوز مخالفة النظام في هذا. وكذلك الهاتف، الهاتف له نظام فيمشي على نظام الهاتف. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: عنف علي بعض من طلبة العلم عندما صليت 13 ركعة في رمضان صلاة التراويح، وطلبوا أن أقتصر على 11 ركعة، يقولون هذا الوارد، ما رأي الشيخ في ذلك؟ الاقتصار على عدد معين وإلزام الناس به غلط. صلاة التراويح وصلاة الليل ليس لها حد محدود، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على قيام الليل ولم يحدد عددا من الركعات، وكذلك حث على قيام رمضان ولم يحدد عددا من الركعات، وهو صلى الله عليه وسلم كان في نفسه يصلي لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 أو 13 ركعة، والصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم جمع عمر رضي الله عنه المسلمين خلف أبي بن كعب رضي الله عنه يصلي بهم التراويح، كان يصلي بهم 23 ركعة، دل على أن الأمر واسع في هذا.
فإن أردت أن تفعل مثل ما فعل الرسول تقتصر على 11 أو 13 فإنك تفعل مثل ما فعل الرسول، كان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود، وهذا إنما إذا صلى الإنسان وحده فإنه يفعل هذا، وأما إذا كان يأم المسلمين فإنه يراعيهم ويخفف عليهم. ولهذا الصحابة لما جمع عمر المسلمين على أبي صلوا 23 ركعة فزادوا في العدد وخففوا في الصفة رفقا بالمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه يعني منفردا فليطول ما شاء، ولا إنكار على من اقتصر على 11 أو 13 أو 23 أو أزيد، لأن بعض العلماء يرى أنها أكثر من هذا أيضا، دل على أن الأمر في هذا واسع، ولا حجر على أحد في صلاة التراويح، إنما هذا يرجع إلى نوعية صلاة التراويح، هل هي طويلة وثقيلة أو هي مخففة. فإن زاد في الركوع والسجود وأطال القراءة فهذا يقلل الركعات، وإن خفف صفة الصلاة تخفيفا غير مخل فإنه يزيد في الركعات كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ صالح. أم عوض معنا؟ أم عوض معنا؟ طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي ثلاثة أسئلة. تفضلي، السؤال الأول مختصر. السؤال الأول عن شركة نظام الشبكات. إيه. تدفع 950 ريال. أيوة. وتحضر معك شخصين يعطوك 1950 ريال. وكل ما طحت تجيب معك شخص يعطيك لين تصير 38000 ريال. طيب. هل هذا يجوز؟ طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، عندي عباية من غريبة لي متوفية. أيوة. فهي قالت لي قبل الوفاة أعطينا 50 ريال وخذيها. عباية؟ عباية. أيوة، عباءة. نعم. أيوة. وأنا ما أعطيها 50 ريال وسبحان الله توفت. إيه. فهل يجوز لي أخذ العباءة والتصدق بالفلوس؟ طيب، والثالث؟ الثالثة، قبل 10 سنين حضرت إلى جدة وفي نية زوجي أخذ عمرة قبل الزواج. جيت من السودان؟ نعم. طيب. ولكن ما جاني العذر الشرعي ولم اخذ فلم نسب للعمره. طيب، حتى الان. طيب، شكرا. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، الشركات وانظمتها والمسابقات فيها، ادفع 950 واحضر معك شخصين وتحصل على اكثر من ذلك 1950، هذه المسابقات وهذه الشركات هذه لا اصل لها، وهي من اكل المال بالباطل، ويجب أن يكون المسلمون واضحين في معاملاتهم، لا احتيال فيها ولا لبس فيها، إنما تكون شركات نزيهة ويكون بيع وشراء نزيها، ولا يحصل فيه حيل ولا يحصل فيه هذه التنظيمات التي يقصد بها صيد الزبائن وأخذ الأموال من الناس. نعم. تقول جاءوا من السودان هي وزوجها، ولكنها جاءها العذر الشرعي فلم تأخذ العمرة حتى الآن. إذا كانت جاءت من السودان بنية العمرة فإنها لا تتعدى الميقات إلا وهي محرمة، لكن إذا كان أصابها الحيض كما تقول وظنت أنها لا يصح لها الإحرام وهي حائض، هذا غلط. الإحرام تحرم من الميقات ولو كانت حائضا ولو كانت نفسا، لكنها لا تؤدي العمرة حتى تطهر وتغتسل. على كل حال، ما دامت رفضت العمرة وتركتها فليس عليها شيء. نعم، أحسن الله إليكم. يعني رفضتها لم تحرم بها، أما لو أحرمت بها لزمها المضي فيها وأداؤها. أخيرا سؤالها الأخير، تقول امرأة قالت هذه العباءة بخمسين ريال ولكنها ماتت قبل أن تأخذ هذه العباءة فضيلة الشيخ، تقول هل أتصدق بهذه الخمسين؟ هذه العباءة لورثتها، هم يتصرفون فيها،
ولا تتصرف فيها هي، لأنها لم تسلم القيمة وتستلم العباءة منها، إلا إذا كانت عقدت معها بيع العباءة بإيجاب وقبول واستلمت العباءة، فإنها تسلم للورثة القيمة التي اتفقت مع صاحبة العباءة عليها. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ أحمد من جازان، تفضل معك الشيخ أحمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، ارفع صوتك أحمد شوي. يا شيخ. نعم. أنا ذهبت إلى البنك لشراء سيارة عن طريق إيجار منتهية التمليك، مع العلم إن البنك لا يملك هذه السيارة، وإنما أرسلني إلى شركة السيارات لكي أختار السيارة، ومن ثم البنك تملك السيارة وقام بالبيع، ما الحكم؟ طيب. نعم، هذا السؤال واضح. أما قضية الإيجار المنتهي بالتمليك فهي حرام، قد صدر فيها قرار من هيئة كبار العلماء من كم سنة بتحريم هذا العقد. هذه ناحية. الناحية الثانية أن البنك ما عنده سيارة، وإنما يقول اذهب أنت والتمس السيارة التي تصلح لك ثم أتنا، هذا بيع ما لا يملكون، ولا يجوز هذا العمل. إن كان عندهم سيارات في ملكهم وفي حوزتهم فاشتر منها، وإن لم يكن عندهم سيارات فابتعد عنهم واذهب إلى من عنده سيارات واشتر منه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخ الإطالة عند زيارة المريض والضحك والقهقهة وكثرة السواليف، ما الوارد في الزيارة في السنة؟ زيارة المريض الوارد فيها الدعاء له بالشفاء، وإخباره بأنه طيب وأنه يظهر عليه آثار الشفاء، وتوسيع الأمر عليه، تطمينه بذلك. هذا الذي يشرع عند زيارة المريض. وأيضا لا يطيل الجلوس عليه عنده إلا إذا كان المريض يرغب إطالة الجلوس عنده، فلا مانع. نعم. أحسن الله إليكم. تفضل يا أختي أم خالد من جدة. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت أسأل شيخ بالنسبة للصلاة. أيوة. الآن يعني في هذه الصيفية في تكثر الزواجات زي كذا، فالحرمة من بعد المغرب يعني تبدأ تلبس زينتها وزي كذا، وصعب أنها تشيلها، يعني زينة ثقيلة على الوجه وعلى الشعر. فما أدري ينفع أني أجمع العشاء مع المغرب، يعني 4 ركعات العشاء وأجمعها مع المغرب، يعني لأنه صعب جدا إنه يعني بعد المغرب خلاص تبدأ الزينة وزي كذا، وما عاد نقدر نشيلها أبدا. إيه، فضيلة. واضح السؤال؟ واضحة، شكرا لك يا أختي أم خالد. تقول: عند الزواجات وخصوصا فيها الصيفية فضيلة الشيخ يضعون المكياج والأصباغ، فبعض النساء فضيلة الشيخ تجمع المغرب مع العشاء خوفا من هذه الأصباغ التي تذهب مع الماء، ما رأيكم في ذلك؟ لا يجوز الجمع بين الصلاتين، لأن الواجب أن تصلى كل صلاة في وقتها، ولا يجوز الجمع إلا في حالات خاصة كحالة المرض الذي يحتاج معه إلى الجمع، حالة السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وحالة المطر بين المغرب والعشاء، هذه حالات الجمع. وما عداها فلا يجمع بين الصلاتين لأي غرض إلا بما كان في معنى هذه الأعذار المذكورة. وهذا الذي ذكرته ليس بعذر يبيح لها الجمع بين الصلاتين. نعم. أحسن الله إليكم. أم حياة من الرياض، تفضل يا أختي أم حياة. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت أنا عندي سؤال للشيخ. تفضلي. السؤال ما هو؟ مختصر. لو سمحت يعني. أنا وزوجي حياتنا طبيعية في البيت، مع عدم من المعاشرة الزوجية، يعني هو بيغيب عني سنة كاملة ثم يرجع ثاني مرة أخرى، ويتكرر هذا الأمر أكثر من 3 مرات، وحلفت عليه قلت له الثاني إذا تكرر أبدا لا تلمسني، والحين أنا هو كرر ثاني للمرة الرابعة، والحين أنا لي 2 سنين ومنعه تماما إنه ما حل علي شيء. طيب. تقول الحياة الزوجية مع زوجها فضيلة الشيخ الأخت أم حياة
الزوج يغيب سنة كاملة وحلفت إذا تكرر بأنه لا يلمسها وتكرر منه ذلك، حدثونا عن الحياة الزوجية في ذلك. أما غياب الزوج عن زوجته سنة كاملة فهذا فيه بحث، فيه يعني تفصيل، إن كان لا يستطيع الحضور فهو معذور، أما إذا كان يستطيع الحضور فلا يجوز أن يغيب عنها أكثر من 6 أشهر. أما من ناحية إيش؟ تقول من إن حلفت إذا تكرر منه ذلك بأنه لا يلمسها. أما من ناحية اليمين، نعم، أما من ناحية اليمين التي حلفتها فإنها تكفر عنها، ولا مانع من أن زوجها يمسها أو يلمسها أو يعاشرها. نعم. طيب، شروق من أبها، تفضلي أختي شروق. السلام عليكم. عليكم السلام، مختصر السؤال تفضلي. أختي أجهضت في الشهر الأول، هل عليها صلاة؟ أسقطت في الشهر الأول، نعم، هل عليها صلاة؟ فضيلة الشيخ، أسقطت أختها في الشهر الأول، هل عليها صلاة؟ إذا كان السقط قد بلغ 81 يوما فأكثر فإنها تعتبر نفسا، إذا نزل عليها دم بعد سقوطه تكون نفسا، ليس عليها صلاة. أما إذا كان دون 81 يوم في آخر 40 الثانية وحصل عليها دم فهذا نزيف، لا تترك من أجله الصلاة. نعم. الأبناء إذا حفظوا القرآن كاملا هل يشفعون لوالديهم يوم القيامة؟ والله أعلم. المهم أن الوالد إذا عمل على تربية أولاده وإصلاحهم تحفيظهم القرآن فإنه يناله من أجرهم. والشفاعة هذه عامة في الطفل سواء كان يحفظ القرآن أو لا يحفظ القرآن، أطفال المسلمين يشفعون لآبائهم يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ هذا مصري مقيم بالجدة يقول: ما واجب المسلم تجاه نبيه صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون المسلم متبعا له في أفعاله وأقواله؟ واجب المسلم تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم واجب عظيم، فالرسول له حق عظيم بعد حق الله سبحانه وتعالى، وذلك بالإيمان به، تصديقه عليه الصلاة والسلام، وامتثال أوامره وترك ما نهى عنه، والتقيد بشرعه وعدم إحداث البدع. هذا معنى هذا الحق الواجب على المسلم نحو الرسول صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا بعد الإيمان به وبرسالته صلى الله عليه وسلم. نعم. تفضل أخي سعد من القصيم. ألو. نعم تفضل. ألو. نعم سعد، السلام عليكم. سلام ورحمة. تفضل. لو سمحت يعني يا زكاة إلى يعني أكثر من سنة وكذا. وش فيها الزكاة؟ زكاة بهمت العام. نعم. يعني في أكثر من عام وأنت يعني في العفة، هل عليها زكاة ولا لا؟ طيب. والسؤال الثاني. خلي يجاوب الشيخ، تفضل الشيخ صالح. نعم. الشيخ بالسبحة كذا. طيب. بهيمة الأنعام متى تزكى فضيلة الشيخ وإذا كانت تعلف؟ بهيمة الأنعام تجب الزكاة فيها على رأس الحول. نعم. إذا تم عليها حول وهي في ملكه وبلغت النصاب وكانت سائمة، يعني ترعى الحول أو أكثر الحول من المباح من العشب ومن نبات الأرض ولا يعلفها إلا إعلافا قليلا فإنها تجب فيها الزكاة. أما إذا كان يعلفها أكثر الحول فليس فيها زكاة، إلا إذا كان ينويها للبيع والشراء، ينويها للتجارة، فهذه عروض تجارة تجب الزكاة في قيمتها عند تمام الحول. نعم. التسبيح بالسبحة يا فضيلة الشيخ ما حكمها؟ إذا اعتقد أن السبحة فيها فضل فهذا بدعة،
أما إذا اتخذها من باب عد التسبيح وإحصاء التسبيح والتكبير والتهليل كما يتخذ الحصى وكما يسبح بأصابعه فهذا أمر مباح. نعم، ولا شك إن تركها أحسن، لأن فيها تشبها بالصوفية الذين يعتبرون اتخاذ السبحة من 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 شعار العبادة. نعم، أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردتنا يا شيخ، يقول هذا السائل: ما رأي الشيخ صالح حفظه الله والقول الراجح في مسألة الصوم بعد المنتصف من شعبان، وهل ورد أن الرسول صام شعبان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر على الميت ولا يذكر شيئا من أحواله. نعم. محمد، أم محمد. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال للشيخ. أنا أحيانا أحلف لا ما أوفي الحلف هذا. طيب. أبغى أعرف ما هي الكفارة، وإذا كانت عليه كفارة يمين ما هي كفارة اليمين؟ طيب. أحيانا تحلف فضيلة الشيخ ولا تفي بحلفها، ما هي الكفارة في ذلك؟ إذا حلفت على أمر مستقبل ممكن ولم تفعله، أو حلفت على تركه وفعلته، فإنها تجب عليها الكفارة. نعم. وما مقدار الكفارة يا شيخ؟ مقدار الكفارة ما ذكره الله في القرآن، قال الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فكفارة اليمين بينها الله في القرآن، وهي تجمع بين تخيير وترتيب، تخيير بين الخصال 3: العتق أو كسوة 10 مساكين أو إطعام 10 مساكين، هذا مخير. فإذا لم يجد شيئا من هذه 3 الخصال فإنه يصوم 3 أيام. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، ورفع الله ذكركم في الدارين، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. الشكر موصول لزملائي الحقيقة في استوديو الطائف الذين رتبوا هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ صالح، وأيضا أشكر زملائي في استوديو الرياض. هذه تحية من زميلي مخرج هذه الحلقة أحمد العتيبي. يتجدد اللقاء مع فضيلة الشيخ كل أربعاء إن شاء الله في مثل هذا الوقت. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.